يا ويلكم جميعا، شفنا كيف الذكاء الاصطناعي بلش ياخذ دور بعالم الفن والتصميم، لكن لسه راح ياخذ دور اكثر. شركة اوبن اي اي اللي عملت نماذج تشات جي بي تي ودالي اعلنت عن اصدار جديد من نموذج دالي يلي بيقدر ينشئ صور عبر الذكاء الاصطناعي، لكن بهالاصدار رح يدعم الدردشة. دالي 3 ممكن نتحدث معه مثل ما بنتحدث مع تشات جي بي تي، لكن بدل ما نكتب بس رح يصير يصمم صور، ومو بس هيك، اذا شيء بسيط ما عجبنا بالصورة رح نطلب منه يعدلها عادي. فتخيلوا قديش رح يكون مفيد إذا بدنا نعمل سلسلة صور لقصة مصورة بفنك. دالي 3 رح يكون متاح من الشهر القادم ومن خلال اشتراك تشات جي بي تي بلس. وآخر معلومة حلوة إنه رح تكون ملكية الصور إلكم، يعني ممكن تستخدموها وتبيعوها بدون أي ترخيص من الشركة. شاركونا إذا رح تستخدموا دالي 3 أو لا.